السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبي رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا خليكم معنا عشان تعرفوا ايش الفيديو عبارة عن ايش. فحنشوف اول ايش الكتاكيت ايش نسوي فيهم. فبتمنى يا جماعة الخير ان انتم تنزلوا تحت تحطوا لايك، لانه انا محتاج اللايك تبعكم للامانة ومشاهدة للاخر، وتشجعونا بكومنت. وايش كمان يا ادم؟ اكتبوا له لايك. فيلا نشوف ايش نسوي يا جماعه الخير. طبعا يا جماعه الخير زي ما شايفين طلعت البطه، وفي كان معها كتاكيت، كتاكيت البط بعتهم، وبعت اللي هو هذا زي ما قلت لكم. وادم زعل كتير 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 على البط اللي انا بعته، زعل كتير كتير. خلينا نروح نشوف هيك زعلان جد. ساعتنا الصبح انا بعته. مالك يا بطة زعلانة؟ تلاقيه بتطلع ليش زعلان؟ ليش زعلان؟ خلص شباب بدنا نبيعهم عشان نجيب بدورة وبتاتا. تعال تعال يا أمير، أمير تعال قول له بحرف الباء ايش بدنا نجيب، ايش جبنا؟ تعال بندورة وبتاتا وبتا. لا خلص ما جبناش نجيب بلال ولا كسكوت. تمام قوم يا بابا يلا. هل في كتاكيت؟ والله قوم قوم. زعل والله زعلان يا جماعة. طب تعال عشان نشوف الكتاكيت. يلا يلا. تمام يا جماعة الخير، برضو بعت اللي هو الدجاجة زي ما قلت لكم. صراحة اجا الزلمة قولوا له جاجته. خلص جاجة امير. بعت الدجاجة اللي رقد على بيض القبج او الفرعوني، وبعت معها اللي هو كتاكيت البط. كم كتكوت صاروا يا ادم؟ خمسة. خمسة انت متأكد؟ اه. كانوا اربعة. لا خمسة. طب هات نشوفهم، طلعهم نشوفهم. عد يلا واحد يلا اثنين. بدهمش يعدوا معك. يلا بس طلعهم نشوف. بس جيب الام. لا لا سيب الام انت طلعهم، بس اوعى يقع. خذ من اخوك يلا. واحد اسود. آه. طب بس بشويش بشويش. بس كيوت. حطه حطه على الارض نشوفه. طبعا يا جماعه الخير مش عارف ايش اسوي فيهم. امانة خليهم يتربوا. طيب ماشي يا بابا، بس مش عارف وين احطهم. ادام ايش رايك احط لك اياهم كرتونه وتحطهم عندك في البيت؟ تحطهم عندك؟ كرتونه؟ عايشهم وبطعمهم وبشربهم. حرام هذا لسه عمال فاقس الابيض. شوفوا شوفوا. هذا ابيض وهذا كمان سجاير. هذا اصفر. حط 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 بس حط. يا جماعة الخير والله ما عارف ايش بدي اسوي. ما فيش عندي اللي هو بعمره. هي اصفر برضه. في كمان واحد، مش بتقول فقس كمان واحد؟ اه. وينه؟ والله كانوا خمسة. تدفي؟ انت بدك تشله مش تدفي. في كمان واحد يابا اسود والله. طب وينه فرجينا اياه؟ مش متخبئ. مش اسود هذا حموري. جيب نخليه فرج ابويا. طب يا جماعة الخير انا مش عارف ايش اسوي فيهم. هذا يا جماعة الخير هلقيت حفرجيكم امه وابوه. وبعدين حطوا حطوا حطوا، رجعوا تاني قبل ما نشوف ايش بدنا نسوي. رجعوا. طبعا رقد على بيض بط، وبيض اللي هو دجاج. طيب لقيت حفرجيكم اللي هو ام الكتاكيت هذه. ام الكتاكيت هذه يا جماعه الخير. فين واحد عايش عنده في كرتون؟ ماشي بدنا نشوف ايش بدنا نسوي فيهم. طبعا هي رقد على بيض بيض بط ودجاج ودجاج وفرعوني، بس انا مش عارف اصور لانه هي جوا. رجع رجع السلكه رجع السلكه. تمام رجع السلك. خلينا نفرجيهم اللي هو الاب والام. طبعا خلينا نفرجيكم اللي هو الاب والام. هذا الدجاج عملاق. طبعا يا جماعه الخير الدجاجه تحت بتاكل من اللي هو الزايد اللي بقع. هذه دجاجه من الدجاجات العملاقه. وطبعا عارفين اللي هو ابوه اللي هو زورو برضه عملاق. بسم الله ما شاء الله عليه. وطبعا في كمان غير دجاجة من اللي هو الدجاج العملاق كمان.
وبس طبعا هاي العون والعيناء يا جماعة الخير اللي سأل عنهم موجودين تحت اللي هو شجرة اللي البومة اللي بسم الله ما شاء الله عليها مليانة من عينيها ما شاء الله. خلص يا بابا لا سيقع سيبه ما شاء الله عليه. يوم خرافي يا بابا. طبعا الجوافة يا جماعة الخير من عينيها وفي منها مستوي بسم الله ما شاء الله. تم يا جماعة الخير مش موضوعنا هذا موضوعنا هندبح اللي هو شوية زغليل عندي في المزرعة صراحة وانا بجيب فيها كنت حاططها في حزامي ورا انذبحت من شدة اللي هو حموتها حززت عيدي هاي الدم طلع وانا بطول فيها توي من شدة حموتها حززت عيدي فخلينا نروح نذبح اللي هو نذبح يا جماعة الخير اللي هو الزغليل طب اقعد اقعد خلينا مرجحكم اقعد خليكم تلتهيوا وانا اذبح اقعد يلا غنوا الاغنية غنوا الاغنية يلا غنوا الاغنية لا يلا غني هذه انشودة يلا غنية خمس سنين بتحفظ فيها إلى وكل في يمينك وكل من ما يليك أخوك حفظها صح حفظها اقرأ يا بابا حافظ قل والله أحد يا ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد كفوا كفوا مش كفوا كفوا أحد طبعا عشان لسه صغير مش فاهم تم يا جماعة الخير خلينا نروح نذبح وحذبحه وفرجيكم ايش بدي اذبحه اختي صارت تحرقني من مطرح من كتر حماوتها لانه انا بحميها منيح 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 عشان لما اعمل هيك دغري تذبح تمام فحفصل معاكم نشوف ايش بدي اذبح وارجع لكم طبعا عابر يا جماعه الخير قاعد في الظله هنا ما شاء الله عليه قاعد في الظله زي ما قلت لكم يا جماعه الخير لازم تكون حدتها قويه يعني يا دوب لقت ايدي هيها مزعتني مش عارف هل باين ولا لا يا دوب لقت ايدي مزعتني فكل ما كانت حدتها اقوى كل ما انت رحمت الطير من اللي هو العذاب وطبعا لازم تحميها كده كده لازم تحميها الله يا جماعه الخير تحرق فخلينا نشوف طبعا قدوه صارت تبيض بالفعل انا اخذت بيض وحطيته تحت اللي هو الدجاج اللي مطلع كتاكيت تمام معانا جوز هنذبحه مش عارف اذا فيها لا في شيء هيها بايضة كمان بيضة يا جماعة الخير هناخدها معاكو توي كانت قاعدة وهيها بيضتها حتى لسه سخنة وجديدة لسه جديدة يا جماعة الخير وسخنة كمان فاشي حلو كتير كتير فهناخدها ونحطها بس خلينا ايش نشوف ايش في كمان للذبح مش عارف ممكن في هنا هاي في هان كمان هنذبحه زغلول مش عارف هل هان موجود ولا موجود يا جماعة الخير زغليل جوز هي واحد اثنين هنذبحهم برضو تمام هنروح نودي هذا ونرجع نذبح فيلا يا جماعة الخير نشوف ايش نسوي طبعا في هان بايض وفي كمان هان بايض وفي هان بده يعني يبيض مقشش كل شيء 100% هذا الجزء اللي تجوز في هان جزء مقشش حيبيض ان شاء الله وفي يعني في شغال بسم الله ما شاء الله عليه فخلينا نروح نحط البيضه هذه
طبعا الحج متولي والمعلم سلكة قاعدين في البراد تحت الشجرة، تحت الشجرة قاعدين. أين قومناهم؟ أزعجناهم، فحنروح نحط البيضة هذه تحت اللي هو الدجاجة هذه. طبعا أنا هذا الكتاكيت إن شاء الله هاخذ اللي هو الكتاكيت هذا أحطها عندي في البيت، أحطها عندي في البيت يا جماعة. خلينا نروح نشوف إيش نذبح. يلا ليتس جو. طبعا حبيت أفرجيكم اللي هو شوقي وهو قاعد والعون، وفادي قاعد بياكل. بسم الله ما شاء الله عليه. تمام يا جماعة الخير، حطهم في التنكة هان على أساس إنه أنا إيش أذبحهم، وحاخد الجوز الثاني. وين هذيك شربت؟ تمام حاخدهم أذبحهم. تمام يا جماعة الخير حنذبحهم. تمام يا جماعة الخير، زي ما علمتكم إنه أنا ذبحتهم، إنه الدم الكتير تعرف إنه الطير بخير. 3 2 1. حبايبي بهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. بتمنى لو عجبك الفيديو تسلق لايك، لو أول مرة بتفوت قناتي ياريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه جرس الفائق أبو حزين ليصلكوا الجديد. حبايبي بتمنى لك يوم غير ابتسامة أكثر ومص صلاة على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام. يلا سلام. شو بدك؟ شو بدك؟ شو هذه؟ تفضل. يلا سلام. يلا سلام. خد الزغاليل وديهم على المطبخ عشان امك تنتفهم. يلا يلا يا بابا، احمل معايا يا بابا، دقيقة عليه شويش. يلا روح، اوعى توسخ خوايك يا بابا. يلا روح انت وياه، احمل انت وياه. يلا روح، الله يرضى عليك. Thank you.